كون لي اليوم انا سما سمولايا والداجي في المجمع انها لي الآية كون لي اليوم انا سما سمولايا والداجي في المجمع نهالي الآية قبلي اليوم ناس رماز مولايا والداشي في المجبع نهالي الآية قوابني في زنوب بواب كل الله حني وكل لي في دنيا وأخرايا بكونك الوحيد الغفار لي ربي الرضا والجوخ فيك بشرايا أنت لك صلاتي نوتر والملوك كازا حرباهم ليارودهم قبل لويايا خبيت لا سماما ترداه من عمال ومن وكان لي ونافى فغري وبلوايا لو توجت زاد شغل له أبدا وأتجي منه ما لم يأوي شروايا بك أرجوت لا ثم ما أهوى بمن جايا ناجيت رجيا ألا يخيبني وأن يواجه لي ما فاخم الجايا أرجو بخورته حوزي سيادة تزيدني بعد حزنايا
عبد عزيزا وخل عنك هدايا هبيتني بالعداء يا من له حسان
Yeah.
Fatadu moja
matan wala ufarahani وباء بالحزن عني الخاء والباء سادي وداني ورائي اليوم جاء له أزين مهجمة والراء والهاء فائي وخافي ورائي الدهر منصرف لمن له العين ثم الزاي والدار كافي ونوني وزاي زيره وبه الغاء مهدمة والياء والراء ما الذي قلب داه جاء به فهدى مهما ترى قلب بالعند من هدى أكرم لمن حاز دون الأقربين معا مغلوب برق وزاك الحاء والباء وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو الخاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء سادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم التاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف خلص عن جملة يأتي بها داء لو سرافي عنه اليوم ممتقيا وهو الحكيم الذي لي قد غدا وتري من بعد ما كان يثني الامر ادرا خدا لي الحاج في الاعداء مضربا الكتاب لمن لو إلى العلم والأعمال هوجا قد هان ربي إلى داري لأظهرما به ذو الخير والإصلاح قد جاء وليس يشبه نور الله إلا الله نور السماء والأرض منفردا وليس يشبه نور الله إلا ومن يرد كون ما أعلاه منصفدا فليس يوفي الذي أبداه يخفى ومن يرد كون ما يخفيه زاحد
فقل يا من ترار غزي تبارك الله نعم البار والرام وفي القصيدة آيات مكررة وليس فيها بحمد الله إلا صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعداء على بشير نزيل سرت خادمه وهو الذي جاءه سوء ويعلى محمد القائد في المكس ما سفري بالاسم ما اقتلنا للمجن شكلا يا ربي يا من له مغلوبه وله مغلوب رب وقد راه وقد راه اشكر شكري وهب لي فوق ملبتي يا من له الف والميم والراء واشهد باني ارى من عنك ملتمسا ان دام مني اليك الدهر الا شكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء حبا له وقديما كل أزمنة بالتاء والهاء وهو الهاء والباء صلى عليه بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راه بالآل والسهم حتى بشر الكرماء بدرجه مع باء بعده الأسواق واللؤلؤ